في المغفر. مسافر 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 مسافر. الله، في ايه؟ في ايه؟ تملي ايه؟ في ايه؟ تملي. بوقف القطر. هو تاكسي موقف تاكسي؟ ايه اللي بوقف قطر؟ انا واقف بالي كتير ومستني حاجات مش عارف في ايه. في ايه يا؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. ايه؟ في الطابور كده، في مفيش حاجة معدية. عايز ايه؟ عايز ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء الخير. أخبارك؟ تمام الحمد لله. ايه يا ابني في ايه؟ ايه يا ابني؟ أنا غبي. باين عليك. باين عليك ايه؟ باين عليك غبي. هضربك. الله، في ايه يا ابني؟ أهو أهو. ايه ده؟ أنا بره يا باشا، أنا عارفك. مش أنت اسمك إيه؟ اسمك إيه في إيه؟ أنت؟ نعم يا زي. انت ها؟ انا ايه؟ انت بتشب عليا يعني؟ لا ما اظنيش. ايه؟ ما اظنيش. ما اظنيش؟ ايوه ما اظنيش. لا ما وزعوا كلام جديد. ايه اللي ما اظنيش؟ انت مش انت بتقول لي انا بشب عليك يعني؟ بتبص عليا بتشب. ايوه ايه ما اظنيش؟ ايه ده؟ ايه انت عارفني يعني؟ بقول لك ما اظنيش. طب انت اسمك ايه؟ انا اسمي عمر. قصدك موريشي. ايه قصدك موريشي؟ يا ابني في ايه يا ابني؟ يا ابني انا مش ناقص حقن. في ايه يا ابني؟ عايز ايه؟ ابعد. هضربك هضربك. الله، انا غبي. ايوه باين عليك، باين عليك، باين عليك غبي طبعا. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله؟ فيه مشتت نفسك ليه يا غبي؟ في ايه؟ ما يا تلبسه ازرق يا تلبسه ابيض. ده ابيض مزرق. ابيض مزرق. انت هتقعد تعملي كده ولا عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انا قلت لك انا اسمي عمر. ايوه يا سيدي، خلاص خلاص. انت عمر. لا 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 لا، ما اظنش ان انت تعرف. انت يا ابني مش انا. ما في كتير اسمهم عمر. البلد كلها عمر. في عمر محمد، عمر محمود، عمر علاء، عمر دي غيري. اكيد في عمر ده غيرك. اكيد. ايوه في عمر محمد، عمر محمود، عمر علاء، عمر ده غيري. ايوه ماشي. مش انت عمر؟ ايوه. وده عمر غيرك واحد تاني. يا ابني انا مالي بعمر غيري وعمر واحد تاني؟ مش انت اللي بتقول؟ بقولك في اسامي عمر كتير قوي. في عمر محمد، عمر محمود، عمر ده غيري. خلاص عرفنا، خلاص امشي يا عمر ده غيرك. تعال انت عمر اللي انا عايزه. ملناش عمر. عمر التاني ده من وحش يا سيد. يعني كده فهمتني؟ ما تقعد تعملي كده، انا فهمت. امال ايه؟ طيب يا ابني عمر ده غيري يعني عمر ده اسمه عمر ده غيري. ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني انت؟ يا ابويا عايز ايه؟ ايوه 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 عمر. ايه انت عايز ايه؟ اسم عمر الدغيري. يا سلام. ايوه فرقت قوي. عمر ايه الدغيري؟ طبعا ايه. ايوه خلاص يا اخويا. ايه الدغيري؟ الدغيري. انا الدغيري. ايوه عمر الدغيري. ايوه ايوه يا ابني في ايه يا ابني؟ كلش هتعمل ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ انت في ايه؟ مش بعيد. ايش ايه؟ ايش انت هتقعد تعمل لي كده؟ ايوه ايوه ابعد عني. انا بقول لك اهو. مش عارفني؟ لا مش عارفك. انت مين؟ انا محمد. مش فاكر؟ لا مش فاكر. لا انا محمد مش فاكر. ايوه انت بتقول انا محمد مش فاكر يعني. بالعافيه. لا مش قصدي. مش في محمد ابراهيم، محمد السيد، محمد مصطفى؟ محمد مش فاكر. يا سلام. محمد مش فاكر ده اسمك يعني؟ ايوه. امال ايه مش فاكر دي؟ لا اسم بابا. بابا اسمه مش فاكر. ايوه. معلش. ولا يهمك. لا ده اسم جدي. ايه ده؟ انا جدي اسمه معلش. فلا مالك؟ انا غبي. باين عليك. انا غبي. ابعد عني. انا بقول لك اهو. باين باين من عينك. الله. ايه ده؟ مع بعض في نفس الوقت؟ مع بعض. انا خلاص بقى فهمتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انت صح؟ اهلا بيك. انا ايه؟ ايوه انت محمد. انت عمر ال يا ابويا. عايز ايه يا ابني انت؟ انت يا ابني انت كل شويه تقعد تعمل عروق في ايه يا ابني؟ ايوه ايوه انت اتعضيت ولا ايه؟ لا لا مش حاجه. انا محمد مش فاكر طبعا. خلاص. ايوه انا عمر. انا عمر. عمر الدغيري. يا ابني عمر الدغيري ايه؟ بقول لك انا بقول لك اسامي ثانيه من ضمنها عمر الدغيري اللي انت قلت لي ال. مش انت فرقت معاك؟ مش انت قلت لي ال؟ لا لا ما تاخدش بالك. ما تاخدش بالك. طاقه زياده بتطلع. طاقه زياده. طاقه زياده. طاقه زياده. انت عايز ايه دلوقتي؟ خلصني. انا دلوقتي انت عمر بتاع الموبايلات. ايوه انا عمر بتاع الموبايلات. ايوه ايوه. وانا محمد مش فاكر. لا مش فاكر بقى. محمد انا عمر بتاع الموبايلات. خلاص. ايوه ايوه هو انت بتاع الموبايلات. ايوه ما خلاص. بتاع المعصره. ايوه بتاع المعصره. مش انت بتاع المعصره بقى؟ ايوه انا بتاع المعصره. طب ما ايه؟ ايه ايه؟ اتعمل لنا كوبايتين. كوبايتين ايه؟ عصير. كوبايتين عصير؟ ده بمناسبه ايه يعني؟ قصبتين كده. مش انت من المعصره؟ ايوه انا من المعصره. اعمل لنا كوبايتين عصير قصب. هو انا عشان من المعصره ابقى بعصر قصب؟ امال ايه طيب؟ يا ابني المعصره دي منطقه. المعصره دي منطقه. انا عمر بتاع الموبايلات بتاع المعصره. ايوه خلاص. مال
مالك؟ ولا انا غبي؟ باين على وشك انا غبي. انا مش هتفاهم معاك. خلاص 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 مش قصدي. عايز ايه بقى؟ مش قصدي. انت متضايق ليه؟ انا متضايق ليه؟ احسن رحم الله امرئ عارف عارفه ايه؟ قدر نفسه. انت منين؟ انا من المعصاره. انت من العصير املي لكم بيتين يا ابني. هديك بايديا خلاص. خلاص يا سيدي خلاص. بيتين ايه بس؟ خلاص خلاص جبتني هنا ليه؟ برفع له ايده وبفضل. خلاص خلاص خلاص. عايز ايه يا ابني؟ خلصني بقى ريحني. انت عمر اللي من المعصره. ايوه انا عمر اللي بتاع المعصره. انا اقعد ساعه نقول عمر بتاع المعصره. ايوه عمر بتاع المعصره. وما اعصرش عشان مش بتاع عصير. أيوة. بتاع موبايلات. اعصر لك جهازين. لا ما تعصرش جهازين. انا بحب إيه؟ القصب. بس انت بتقول ما فيش قصب. ما فيش قصب. خلاص خلاص خلاص. انا محمد اللي كنت شغال عند ابو فرحه اللي فاتح قدامك. مش عارف. مش عارف ده ايه ده؟ انت تعرفه بقى؟ اعرف مين؟ الاسم جدي. مش عارف جدك اسمه. مش عارف. ايوه جدك اسمه. مش عارف. ايوه ما اقصدش يا سيدي. ايه ده؟ لا لا اسف اسف. لا ايه ده؟ نعم ده ابن اختي. ابن اختك؟ انت عارف العيله. اسف الواد اسف الصغير. ابن اختك اسف؟ اسف. ابن اختك اسمه اسف؟ اسف ياسين. ده معروف جدا والله. كنت هقول بجد. والله اسف ياسين ابن اختك. ده حبيبي بجد. طب آه. خلاص يا سيدي مش انا اسف تاني. ولا اسف تاني. ده التوأم اخوه. التوأم بيسمينه اسف برضه؟ الله. ما هما الاثنين توأم جايين مع بعض فسميناهم اسف 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 اسف. ايوه. واما بتندهله ازاي بقى؟ بقول له اسف. هو يقول لك ايه؟ ولا يهمك يا خال. ولا يهمك يا خالو. طب ما بيرد عليك عادي اهو. ما هو بيه بيرد عليك عادي. يقول لك ولا يهمك. مؤدب جدا. ولد مؤدب قوي قوي. انا مالي مؤدب ولا مش مؤدب؟ ما انا بس انا مالي هديك بالشلوت. بالشلوت ده. بالشلوت يا ابني. انت بعد عني. ده هديك بالقلم. ده اديني بالقلم. ما تضايقنيش. ارفع رجلك تقولي بالقلم. يا ابويا يا ابني انت. انا غبي. خلاص خلاص انا غبي. اغبى منك. طب اخلص. عايز ايه؟ خلاص. انا كنت شغال اخر اسبوع عند ابو فرحه. يوم ما تعب انا رحت اشتغلت عنده اخر اسبوع. انا اللي كنت بفتح المحل. يا سلام. لا برافو. إيه؟ لا برافو. بطل. ايه في ايه؟ لا بطل. في ايه؟ لا انت بطل. ليه بتفتح المحل لوحدك؟ يا بطل. ما ايه المشكله؟ ما انا اللي بقفله برضه بالليل. لا انت اللي بتقفله. لا سوكسيه يا جماعه لو سمحت. لا سوكسيه. بيفتح المحل وبيقفله لوحده. سوكسيه. الله سوكسيه يا جماعه. يا استاذ رافع لو سمحت. سيب الاستاذ رافع. استاذ رافع. سيب الاستاذ رافع. عاوزين سوكسيه للاستاذ. الله الله يكرمك يا استاذ رافع. الله يكرمك. سوكسيه يا جماعه. سوكسيه. الله يخليك. الله يخليك. الله برافو. الله يخليك استاذ رافع. الله مساعد الاستاذ رافع بس عشان بتضايق. مساعد الاستاذ رافع. شفت لابس بنطلون احمر يجنن. ده بنطلون احمر. انا فاكره عامل حادثه وهو جاي. لا طبعا. هو البنطلون بتاعه. لا بجد. انا اول ما شفت خفت. خفت ليه؟ قلت متعور جاي. متعور جاي كده. بنطلون يا عم. انجزني يا عم. بقول لك ايه يا ابني انت. انت انا غبي. انا غبي. خلص عليك يا راجل. خلاص خلاص خلصني. انا اللي انا اشتغلت عند ابو فرحه اخر اسبوع لما كان تعبان. المحل اللي قدامك وانت كنت دايما كشر كده وقامط وقافش شويه كده. وانا اللي كنت بقول لك يا سيدي يا سيدي مسي علينا وحتى لمح بكلمه يا سيدي يا عزيز عليك علينا وتفضل الدنيا ضلمه بين يا سيدي يا سيدي مسي يا سيدي تعبت حسي يا سيدي وكسفت مدت ايدينا بلاش تسلم علينا بس بس. طب انا كسفت مد ايدك ليه بقى؟ ما ليه؟ عشان في كورونا تباعد. ما انا بسلم عليك وانت طب انا مالي؟ طب انتوا بقى بينكم مشاكل وبتاع. انا راجل بمس على الجار بتاعي يا ابني. وتمس عليا ليه؟ وتسلم عليا وارد عليك السلام ليه؟ كفايه تلزيق بقى ملاش لازمه يعني. بس يا سيدي خلاص. وبعدين مفيش مشاكل بيني وبين ابو فرحه عشان ما تقعدش بس تزيد في الموضوع. ماشي. مفيش مشاكل. امال ايه؟ ده راجل حبيبي وجاري. اي نعم هو بيكسب كويس قوي ويقعد يبيع طول النهار واحنا قاعدين بنتفرج عليه. بس مفيش مشكلة. ما يكسب. خلاص. ما يكسب. خلاص خلاص. احنا مالنا. ما يكسب. خلاص 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 خلاص. اكسب. خلاص 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 خلاص. دي ارزاق. خلاص الله صلى على النبي. اكسب. ايه المشكلة يعني؟ باين عليك انك راضي. راضي. طبعا انا راضي. باين عليك. اكسب الراجل رزق وله زبون وله زبون يعني. خلاص خلاص. ما تعملش انت بقى مشاكل وتيجي تقول لي بقى ان في مشاكل بيننا وبين بعض. لا لا عارف انت هتقعد تقول لي كده؟ انا غبي. أيوة. انا غبي. باين عليك. انا غبي. خلاص عايزك تزعل كده وتشيل في نفسك. لما تشيل في نفسك نفسك ايه اللي هيحصل بقى؟ مش فاهم. لما اشيل في نفسي يعني نفسك تهبط. نفسي تهبط. تهبط. ايه اللي هبطها؟ تهبط ليه؟ مش انت بتشيل في نفسك؟ ايوه بشيل في نفسي. لسه في مكان. مكان ايه؟ في نفسك. ايوه يعني ايه في مكان في نفسي؟ هعمل ايه لو في مكان؟ انت ما تفضلش تشيل حاجات كتير اللي ملوش لازمه طلعه من نفسك. طب يا سيدي خلاص. خلاص. اللي ملوش لازمه طلعه. انا غبي. ما خلاص باين عليك. انا غبي. خلاص يا سيدي خلاص. انا مش نافع معاك غير كده. ما انا عارف. عايز ايه؟ راح فين ان شاء الله؟
لا مش رايح، انا قاعد مستني فيه بضاعه جايه لي، طلبيه شغل جايه لي. طلبيه شغل؟ اه انا مسافر البلد شويه كده. انا مالي. ايه ده انت تعرفه؟ مين؟ ده جده. جده انا مالي. جدك اسمه انا مالي؟ جد اسمه مالي. طب مالي وانا مالي وانا مالي بجدك انا مالي، سيبني يا ابني في حالي، كفايه اللي جرالي، ابعد عني بقى يا ابني، ابعد عني بقى، ابعد عني بقى. خلاص 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 ابعد عني. انت عايز مني ايه؟ خلاص خلاص انت عايز مني ايه؟ مش قصدي. خلاص عندك اكياس مسحوق؟ تعبت ايه مسحوق؟ عامل ايه اكياس مسحوق؟ يمكن تكسب معانا. يا ابني انت مجنون يا ابني. مسحوق انت جايب بضاعه راجل تبيعها هنا؟ لا بضاعه، انا بهرج معاك يا راجل. طب تهرج معايا انت؟ تعرفني؟ ايوه تعرفني. تعرفني؟ اه تعرفني. اللي خالتي احنا ما بنكلمهاش. خالتك اسمها تعرفني؟ ايوه. انت تعرفها منين؟ طب اسكت بقى. ما ايه ده بقى ده؟ اسكت اسكت. اه اسكت. ده جوز، احنا متخانقين معاه كلنا. جوز مين؟ جوز خالتي. جوز خالتك اسمه اسكت؟ ايوه. يا ابني انت يد خلاص هديك بوش ايديا في رجلك. بوش ايديا في رجلك يا ابني انت، ابعد عني بقى ما تجننيش. خلاص خلاص خلاص. ايه ده بقى؟ انت مزعج قوي. مين ده اللي مزعج؟ انت مزعج. انا مزعج؟ اه مزعج. ده مش انا. امال مين؟ ده خالي اسمه خالك مزعج. اسمه مزعج معروف. اه معروف في المنطقه كلها. يا ابني هديك بالروسيه في وشك. بالروسيه؟ ازاي دي روسيه يا ابني؟ انت انت موزع اعضائك غلط. الله فين مالك؟ خلاص تعبتني. خلاص خلاص بتبكي. تعبتني. انا همشي مش هستلم البضاعه. خلاص 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 يا سيدي. انا عمري ما حصل معايا كده. عمري ما حصل معايا اللي بيحصل هنا. خلاص صل على النبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اهو. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. مالكش حجه. ماليش حجه في ايه؟ مش انت منين؟ انا من المعصر. وقلت مفيش حاجه. ايه؟ مفيش حاجه اعصرها. اهو اهو. ايه؟ القصب اعصره بقى. القصب ايه يا ابن العصر؟ كوبايه. بالله عليك يا ابني كوبايه ايه؟ كوبايه عصير قصب. يا ابني ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ما ينفع يا ابني. مسوس اسود العود. مسوس مسوس ايه ده؟ طب ده الزعزوعة. طب كوبايه واحده يا ابني. زعزوعه يا ابني؟ زعزوعه ده بيسكت بقى. مالها؟ الله. طب انت سايبه كده؟ سايبه ايه بقى؟ بره الثلاجه يبوظ يا ابني. بره يا ابني. بره حطه في الثلاجه يا ابني. حطه في الثلاجه يخمر. يخمر يسود. يخمر يسود. لا بتهرج. يسود يا ابني. بيسكت بقى. ده ميزز. يا بقول لك ايه؟ بقول لك عشان اريحك بقى واخلص منك. مش انت عاوز تشرب قصب؟ قشره. قشره يلا. بس 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 ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس 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 ده عود القصب. بس بس ايه ده؟ ده احنا مش واخد بالي. شفت قال لك ده ايه؟ بس خلاص بقى. قال لك ده عود القصب. خلاص سلام سلم. القصب بيتكلم. انت عمر شفت دي؟ ما شاء الله. انت شفت المكنه؟ لا ده قصب بالنعناع. ما شاء الله بجد؟ دي بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك خلاص خلصتوا بقى هزار؟ ايوه. انت عمر بتاع الموبايلات بتاع السماعات بتاع الهاند فريرات بتاع الجرابات بتاع المعصره بتاع حلوان يا ابن انت. ايوه. مفيش قصب. ليه؟ عصور لك كيوي اعمل اي طبق. ما حبوش. ما اعرفش. ما حبوش. هو جاي مع انت معاه. انت اللي الطلبيه ولا انت عايز ايه؟ طلبيه ايه يا عم انت؟ قلت حاجات كتيره مش فاهمها. عايز ايه؟ انا عايز اسالك سؤال. من المخفر اسالك سؤال. اتفضل. ده هيعض ولا ايه؟ من بدري كده بقى. ابعد ابعد. انت هتعض ولا ايه؟ لا انا بقول لك ايه، لسه في هناك عند محسن بيه معدود وجاي حالا. اهدى كده. معدوده؟ ايه معدوده؟ في حاجه. انا معدود يا عم. في حاجه غلط. لا هو محتاج غير بطاريه. افتكر محتاج غير بطاريه. ما انا بتاع موبايلات وعارف. انا بقول لك اهو. استنى اقفله وافتحه تاني يمكن كده مهنج ولا حاجه. لا مفيش. لا في باسورد مش عارفينه احنا. يا راجل الشبكه واقعه. الشبكه واقعه خالص بجد. طب شيل الشريحه كده وحطها تاني. بس بقى عايز ايه يا ابني؟ اخلص. انت عمر بتاع الموبايلات؟ ايوه انا عمر بتاع الموبايلات بتاع المعصاره يا سيدي. طب ما تشرب لنا كوبايه يا ابن عصر. خلاص بقى يا ابني ما تشرب عشان ما تطلع. يا عمر ايوه اتفضل. انت مطلوب معايا في المخفر عشان محل ابو فرحه البقال جارك اتسرق. يلا يلا. وده مين ده كمان؟ انت مين يا كابتن؟ انت بقالك 3 ايام واقف على فكره. ايوه انت مين؟ مين ايه؟ انا محمد اللي كنت شغال عند ابو فرحه اخر. حبيب قلبي يا محمد، ده انا كنت رايح لك لحد البيت. ده انت وفرت عليا مشوار كبير قوي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. يلا حبيبي على المخفر معايا. يلا عمر في حاجه في الاداء؟ انا في حاجه بلاحظ. يلا اتفضل. النوع ده انا كان عندي بس كان بانتنا زمان مش عارف فيه. لا ما ده الجديد. شلنا الانتنا. اتفضل يا بيه. ده جديد. ده تاتش. لا دونت تاتش. اوعى. لا اوعى ضرب حتى. اوعى عينك ربكم. انا غبي. لا ده نخبه منك. ده نخبه منكم انتوا الاثنين. واحسن بيه فين؟ قدامي. واحسن بيه في المخفر. يلا بينا يا عم. وحل المشكلة أصلا عندكم انتم يا مشاهدين في المخفر. مالك يا بلونة؟ أول مرة أشوفك حزين كده. امبارح يا محسن بيه
خرجت المدام وفسحتها ودخلتها مطعم عشان اعزمها على الغدا. طب وانت حزين عشان خرجت المدام؟ في الحقيقه كلنا هذا الرجل يا ابني. يا ريت بس كده يا محسن بيه. دخلنا المطعم امبارح جال الواد الجرسون قال لي تاكل ايه يا فندم؟ قلت له هات لي المنيو. بقول لها تاكل ايه؟ قالت لي هاكل منيو زيك. قلت لها تاكل ايه؟ قالت لي منيو زيك. قلت لها منيو لله اللي عرفني عليكي. منيو لله اللي عرفني بيك انت شخصيا يا بالونه. يا اخي سيبني في اللي انا فيه، عمال تخرج وتروح مطاعم وبتتفسح، سيبني في اللي انا فيه. ده انا دكاتره ليل نهار، رايح الدكتور جاي من عند الدكتور، واخد المدام دكتور دكتور، مستشفى مستشفى. انا 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 هطق يا زناتي. ليه يا محسن بيه خير بس؟ اول امبارح ما كانت تعبانه برضو، خدتها على المستشفى، راحت للدكتور قال لها بتشتكي من ايه يا مدام؟ قالت له انا ما بشتكيش من حاجه. قال لها ما بتشتكيش من حاجه وانت جايه لي ليه واحنا محكمه اسره يعني ما بتشتكيش من حاجه؟ قالت له انا جايه اشتكي لك من جوزي. لا اشتكي لك جوزي؟ جوزي عامل ليه بيشتكي لك جوزك ليه؟ قالت له عمال يتكلم طول الليل طول الليل. قالت له بيتكلم طول الليل. قال لها طب اديله فرصه يتكلم، هو صاحي مره من نفسه مره. دي مجنناني مجنناني يا بالونه يا بالونه. ده احنا بالليل بتطلب طلبات غريبه. ايه بقى يا محسن بيه؟ بالصاله وانا ماشي. يا محسن يا محسن لو رايح المطبخ هات لي معاك كوبايتين ميه. ليه يا حبيبتي؟ قالت لي علشان يعني احتمال اشرب واحتمال ما اشربش. عايزه كوبايه مليانه وكوبايه فاضيه؟ ايوه بيه. الله يا محسن بيه، الله يكون في عونك يا محسن بيه. ده انا كنت فاكر انا بس اللي عندي المشاكل والحاجات. روح هات لي متهمين خلينا نفش غلينا فيهم. صح تصدق ده بسرعه ده من بره من بس. يا محمد يا عمر خش يا حبيبي انت وهو، خش حماده، خش عموره. خش حبيبي. خش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا 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 أهلا. سواق تاكسي صح؟ إيه؟ سواق تاكسي. كان نفسي ألبس جاكيت باين أوي اللونين بتاع ده أبيض مزرق. ما شاء الله عليك. الله يكرمك يا فندم. الله يكرم. أهلا. سواق تاكسي محافظات. لا يا فندم لا ده مش بتاعتك. أنت تعرفه؟ لا. أمال في إيه؟ مش عارف بس حاسس إني حبه. بس هو هرشك زيي. إيه؟ هرشك. أنا ما بهرش. ما تهرش إيه؟ أنا باخد دش على هو هرشك. أنت يا ابني أنت هو. أيوة فندم. عارفين طبعًا جايين هنا ليه؟ ليه يا فندم؟ ما تعرفوش؟ لا احنا عايزين ايه ده ولا بيعض يا محسن بيخلي بالك غبي انا غبي انا عارف هو مش عارف ولا 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 مش عارف انت جاي هنا ليه؟ لا يا فندم مش عارف ايه الحكايه؟ انا كمان ما اعرفش ايه يا فندم انت ما تقول ما تقول جايين هنا ليه؟ مش دول جايين عشان القضيه بتاعت سرقه محل ابو فرحه؟ ايوه هي دي. ايوه فندم محل ابو فرحه اها اتسرق خلصت ها؟ معروف يا فندم اه اتفضل سعادة الباشا معلوماتك حضرات السادة الأفاضل المج بتاعك فندم أنا عارف هذا الرجل مالك أنا غبي لا ما أنا غبي. عارف ما أنا عارف يلا يا ابني كمل هذا الرجل يا فندم هو اللي سرق محل أبو فرحة ليه يا فندم؟ لأنه بيحقد على أبو فرحة لأنه بيكسب أكتر منه لأنه راجل مجتهد إنما هو لو كان بيحمد ربنا وبيرضى كان ربنا كافئه فهذا دليل على إنه هو الذي سرق أبو فرحة شكرا. يا فندم يا فندم بتسقف له وبيقول لك شكرا لا انا ما بسقفلوش انا بنادي على البوفيه اتاخر قوي على المشروب يا فندم انا فاكرك بتسقف يا ابني انا مش طالب نسكافيه اتاخرت قوي مش هقعد اسقف لك كتير وبعدين يا ابني بس يا فندم فهذا دليل لا ده انت اقول لك على حاجه إيه انت هايل ربنا يخليك انت كنت عايز تطلع محقق ولا ايه؟ لا لان تيجي تقعد مكاني الله يكرمك تيجي تقعد تعلق دبابير بقى وبتاع لا بلاش دبوره ليه؟ تورثني الله البوفيه جه اهلا 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 شاكرين يا اهلا حطيتني هنا انت كريم قوي يا فندم حطيتني هنا شكرا 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 اتفرج تعالى خد خد يا ولد خد يا ولد تعالى انت ولد انت ولد ولد يا رافع ما هم عارف انت هو عارف ان هم مش هيحاسبوه احنا بنحاسب هو ما بيردش عليك يا فندم ليه ولا في مشكله عنده ما بيردش ليه لا ده شبيهه شبيهه يا فندم شبيه بشكله اضطراب كده في نفسه مش مركز ليه في حاجه ليه بيتكلمش بيجي زائر ويخرج على طول سايلنت طول الوقت رايح كده يا عيني معلش معلش مش انت سماعات ايه هات له سماعات هو بقى طب ما تعالجوه على حساب الداخليه ايه ما تعدى ما تعالجوه يا فندم على حساب مين عدى على حساب الداخليه لا حساب القناه بقى يا فندم حضرتك عسل بجد عسل تعرفه لا ما اعرفوش عايزين نكمل القضيه يا بنت اهو اتفضل يا فندم اتفضل اقعد مكاني يا بيه حقق مكاني الله يكرمك حقق مكاني يا باشا الله يخليك معقوله المحل المحل اتسرق في وقت متاخر الوقت ده هو مش قال لكم تيجوا كده على الشغل ده نسيتوا ها انتوا نسيتوا الحركه اللي قال لكم عليها في لفه في لفه لا انت ايوه لا طب ممكن نجيبها من الاول معلش طب معلش يلا اتفضل يا بيه يونس 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 تعالى هنا
يونس محسن بيه اتفضل يا محسن بيه من هنا. بص بقى لما تيجي كده ده هيمشي وراك واحنا نمشي كده. ايه ده هيمشي؟ ده هيروح امسع بس. ايه ده هيمشي؟ اسمع بس خلاص هو هيرسمها كده خلاص رايح كده. وده وانا هاجي اقعد هنا كده. طيب حلو قوي دي. يلا فهمت؟ يلا يلا ماشي. يلا اتفضل يا محسن. انا ما بشغلوش اساسا مش مشكله بس الراكور بتاع يلا ابدا. يلا اتفضل. المحل اتسرق. لا انت قلت لي كده معلش معلش يا لا لا من هنا من هنا كده لا خلاص خلاص المحل استنى بقى. ايوه ايوه اتحرك بقى. ايوه محل اتسرق في وقت متاخر. كمل بقى كمل بقى. اهي بص 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 اهي اقول لك على حاجه احلى حركه دي ولا ايه نعملها بقى نعملها بقى نعملها تاني هاجي كده انا عشان تبقى انت اللي بس حلوه. لا حلو صح. بص بقى بص بقى بص يا بيه المحل بس يا ابني خلاص لما اقول المحل خلاص المحل المحل اتسرق في وقت بس يا ابني المحل اتسرق في وقت متاخر بالليل. المحل اتسرق بعد الفجر. الراجل صلى الفجر راح المحل. يلا هي دي الحركه هي دي الحركه هي دي الحركه. راح المحل قول راح المحل راح المحل لقى الدرج بتاع الفلوس مسروق والدرج مفتوح من غير اي اثار كسر مفتوح بمفتاح الدرج والمحل مفتوح بمفتاح المحل ولا في اي اثار الكسر واحده. ايه رايكم في الكلام ده؟ بوظت اللي فيه بوظته بوظته. ليه ليه ايه ده عايز اللي هو ما سقفش ليه؟ انا لسه ما طلبتش. ايه ده هو بيدخل يبوظ ال شكرا جاب لهم شاي عشان هم قاعدين مكاننا. اشكرك اشكرك. استنى يا ابني استنى يا ابني يجري مش عايز يقعد مش عايز يقعد مش طبيعي مش طبيعي لا مش طبيعي لا لا. المهم ان المحل اتسرق في التوقيت دوت. طبعا اكيد واحد فيكو هو اللي عمله. بتسقف له؟ لا لا انا بطلب بس البوفيه يرجع الحاجات دي. يا ابني خلاص انت يا ابني اللي دخلت وخرجت. اقفل انت بتجيب شاي ولا طلبت شاي؟ اقفل يا ولد. انا طلبت شاي. خلاص 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 ما ترد علينا. خلاص خلاص ما ترد علينا. اقفل يا ابني ولا ولا انا عارف مش بنات مين ولا ما ترد علينا ولا خلاص يا ابني خلاص 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 اتفضل كمل. يا وبعدين انا عموما ما قتلتهاش. ايه ده انا خلاص يا ابني خلاص لا لا خلاص مش معقول. ايه ده 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 جمال ده يا ويلي يا ناري انا ايه ده جمال ده يا ويلي يا ناري حلاوه شمسينا الله الله وخف دمينا الله الله والجو عندنا راضي طول السنه. الجو في حاجه ريحه وحشه مش انا مش انا مش انا ولا انا ولا انا بوظه برضه بيبوظ كل حاجه النهارده بيبوظ اي حاجه. نكمل تحقيق يا شباب. اتفضل يا فندم. نكمل تحقيق القضيه اللي موجوده عندي هنا بتقول حاجات كبيره قوي قوي قوي. لازم يكون حد معاه مفتاح سرق المحل صح ولا لا؟ صح يا فندم اكيد طبعا طبعا. اللي سرق لازم يكون معاه مفتاح. اكيد لازم يكون معاه مفتاح. لازم يكون معاه مفتاح ازاي؟ يعمل ايه عشان يعرف يدخل؟ طبعا معاه مفتاح. انا اقول لك يا فندم. اتفضل. خلاص انا جبتها. ايه يا ابني يا ابني اخلص يا فندم. انا واخد حقوق. بدات تعيدي بدات تعيدي خلص فندم. طبعا ما تقلقش يا فندم في ايه مالك؟ مش عارف بدات تعيدي ولا ايه يا فندم. لا ركز معايا. طب قول. حاضر. طبعا عشان يعمل حاجه زي دي لابد ان يكون معه اما صابونه او صلصال. فهو جاب الصابونه ودخل المحل خد النسخه الاصليه من المفتاح حط المفتاح على الصابونه طبع شكل المفتاح على الصابونه وساب المفتاح الاصلي زي ما هو وخد الصابونه اللي عليها صوره المفتاح. برافو عليك. وراح لمحل المفاتيح قال الراجل طلع لي المفتاح ده من الصابونه. الراجل عمل له النسخه المزيفه واداها له. الراجل روح البيت خد الصابونه خد شاور. مش ممكن يا فندم. انت بتسقف له تاني يا ابني. الولد بتاع البوفيه اتاخر. انا طالب نسكافيه جايب لي شاي يا ابني. مش معقوله. فين الطلبات؟ يا ريت تدخل لنا حالا. عايزينك ضروري. عايزينك كلنا. مش هيجي يا فندم. اتفضل. مش هيجي يا فندم. هيجي. حضرتك مش مسيطر. هيجي. مش هيجي يا فندم. تعالى يا ولد. مش هيجي يا فندم. تعالى احسن لك. تعالى بدل ما نروح لك الكنترول. اتفضل. هيجي يلم كوبايه ما فيش سكر في الشاي. وانت يا عمر كنت فاتح بالليل؟ ثانيه واحده يا باشا. انا اسف جدا. اتفضل. انا اسف بس كان في حاجه هنا كان بيقولها. نعم. الشاي من غير سكر يا محسن بيه يجي يلم الكوبايات دي وياخدها. انا اسف يا فندم. المقاطعه. اتفضل كمل. كمل. اتفضل يا فندم. كاني شاي لم يكن.
اتفضل يا فندم. اتفضل. لان القبول ده بتاع ربنا. ما علينا. اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل يا بيه اتفضل. ما علينا ما علينا. خلينا في اللي احنا فيه. اتفضل. ايه اللي احنا فيه؟ ما هو احنا مش في حاجه اصلا. اتفضل. هو احنا عارفين نكون في حاجه من الصبح. اتفضل يا فندم. انت كنت فاتح بالليل شغال؟ انا يا فندم فعلا كنت فاتح شغال، كان عندي شغل كتير جدا، موبايلات كتير بصلحها. وبعدين يا فندم فجاه جالي وقال لي بعد اذنك لو سمحت خلي بالك من المحل، عندي اوردر رايح اوصله، وانا كنت مشغول جدا وقعدت اشتغل في الشغل بتاعي وعناية الى حد ما على المحل بتاعه، ما قمتش بصيت. ولكن عندما عاد مره اخرى الى المحل بتاعه جاء وشكرني بعلو صوتي وقال لي شكرا 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 انك اخدت بالك من المحل. وقلت له للاسف انا ما قمتش بصيت. قال لي ولا يهمك، كل حاجه مكانها وزي الفل ومظبوطه. وانا كنت بشتغل في المحل لحد الساعه 12 ونص بالليل، وبعد ذلك هو بيفتح وبيقفل. يعني اشتغلت بعد منتصف الليل. ايوه يا فندم، كان عندي شغل كتير قعدت اشتغل فيه بصراحه. تمام. ايوه تمام. ايه يا فندم؟ وهو راح وصل الاوردر ورجع وقال لي الشاي عامله تمام الولد. اه تمام يا فندم مظبوط. هو بس بعد ما وصل الاوردر جه شكرني وقال لي شكرا جدا. انت كنت بتوصل الاوردر يا فندم؟ ما انا رحت اوصل الاوردر يا فندم، كان مطلوب مني طلبيه معينه، فرحت المكان عشان اوصل الاوردر، طلعت الطلبيه في شنك وطلع ما فيش حد اتكلم وطلع ملعوب اتلعب عليا يا فندم، فاضطريت ارجع تاني. خدت بالك يا فندم؟ خدت بالك؟ تعالى خد بالك يا استاذ. إيه حضرتك بتخضني؟ لا مش بخضك. كمل. خدت بالي من ايه؟ خدت بالك من الجمله اللي قالها دي؟ اللي هي انه راح ولقى الاوردر في شنك. شفت في شنك دي؟ شفت في شنك؟ هم يا فندم. انت بتسقف ايه؟ البوفيه برضه؟ لا امال ايه؟ البوفيه اصلا اتاخر. ليه؟ عشان كده شغالين المخرج مكانه. ايوه. ايوه يا ابني في مجاش النهارده اصلا. التسقيفه دي ليها معنى يعني. إيه؟ قلت سقفت حضرتك قفشت المتهم. انا عايز اقول له ينهي المشهد. ايوه بدل ما يجي البوفيه. لا خلاص كده للمخرج خلاص، ما دخل خلاص معانا كده خلاص. امال ايه يعني؟ خلاص حضرتك تمام. انا كده خلاص، لان الموضوع اسهل مما تتخيله. عرفت الحل؟ لا، عرفت ان البوفيه اتاخر وشغلوا المخرج مكانه. وحل المشكله اصلا عندكم انتم يا مشاهد.